الخير، تتابعونا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب. اليوم أبغاكم تركزوا معانا شوي، خصوصا الشباب المقبلين على مشاريع جديدة في مختلف المجالات، ومحضرين لكم شوية أخبار يمكن تغير وجهات نظركم في بعض المواضيع، وخصوصا المواضيع الحساسة مثل الحب أو الفراق أو النسيان. خلونا نشوف أبرز العناوين اليوم ورجع لكم على السريع. اليوم في ساعة شباب، كيف تصنع علامة تجارية في عالم الأزياء؟ ما هي الطريقة المثلى لإدارة الفعاليات واستقبال ضيوفها؟ وفي الأخبار، تزوجا بعد 60 عاما على خطبتهما، ومادة شفافة تخفي الأشخاص والأشياء. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. طيب نروح لمنصة تويتر. في أول تغريدة أقدر أقول أنها أشغلت حواسنا صراحة، ومو حواسنا بس ومشاعرنا في نفس الوقت، كانت الدكتور والكاتب القدير حمود أبو طالب. الدكتور المتواجد الآن في منطقة جازان الحبيبة أثار موجة واسعة وكبيرة جدا من السعادة بعد أن نشر صورة لفطور جزاني شعبي، وأرفق هذا الكلام في هذه الصورة: فطور جيزاني شعبي على أصوله، اتفضلوا. وطبعا أقدر أقول أن كانت فيه الكثير من التعليقات الإيجابية، وكثير من الناس بدوا يشتهوا فعلا هذا الفطور. والملفت بعد هذه التغريدة أنها حركت حماس المزيد من متابعين الدكتور حمود، خصوصا من أصدقائه أصحاب القلم. طبعا لتفاصيل أكثر حول هذه التغريدة لازم يكون معنا عبر الهاتف الدكتور حمود أبو طالب. ومساء الخير دكتور حمود. هلا، مساء النور. بداية حابة أقول لك بالعافية صراحة على هذا الفطور الشهي. إيش سويت فينا يا دكتور؟ تويتر مقلوب على هذه الصورة. الله يعافيك، احنا قلنا تفضلوا للجميع، يعني الله يحييكم. طب بداية، يعني أعتقد هذه أجمل فرصة عشان نعرف مكونات وأطباق هذا الفطور المميز اللي كان موجود، خصوصا أنه يمكن نحن أو بعضنا ما حد يعرف هذه الأطباق. الحقيقة أنا كنت مشتاق جدا يعني لنوعية الفطور الشعبي هذا، لأنه كلنا مشتاقين. إيه، من فترة طويلة يعني ما أكلته يعني على أصوله زي اليوم. فلو لاحظتوا في الصورة إنه حتى طريقة التقديم يعني هي على الطريقة القديمة جدا. طبعا يعني نوعية الفطور هذا يعني ما هي يومية طبعا يعني الناس تتناولها، ولكن بين وقت آخر، وخاصة مثلا في نهاية الأسبوع أو شيء، يشتاقوا الناس هنا لأنه مرتبطين كثير بالمائدة الجيزانية المتنوعة، سواء في الفطور، في الغداء، في هذا. ف يعني اشتاقوا لها الناس كثير، وأنا مرة كنت مشتاق لها يعني بشكل كبير، فكنت حريص جدا إنه اليوم أخذها. وبعد كده حبيت أشارك حبايبنا وأصدقائنا في تويتر، فما توقعت حقيقة إن السفرة الصغيرة هذه تسجل تعمل الصجة هذه كلها. طب إيش كانت مكونات هذه الصورة الجميلة؟ احكي لنا على المكونات. شوفي يا ستي، زي ما قلت لك أن المائدة الجيزانية معروفة طبعا عند كل إخواننا في كل المناطق، يعني إنها ثرية يعني بمكوناتها. وكل الإخوان اللي دائما يزورونا هنا في جيزان، أول ما يتعرفوا على المائدة الشعبية الجيزانية يعني أقدر أقول لك يدمنوا عليها، يعني يحاولوا إنه دائما يلاقوا. وبعدين ترى هي انتشرت واشتهرت، يعني مثلا في الجنادرية في جناح منطقة جيزان دائما يحرصوا إنه يقدموا الأكلات الشعبية على أصولها، يعني بالشكل الشعبي اللي هو زي ما سووه في جيزان. في كمان حسب معرفتي يعني إنه أيضا في جدة، في الرياض، في كذا، فيها مطاعم متخصصة، يعني شباب من المنطقة حاولوا أن يقدموها كمان بالشكل التقليدي يعني الشعبي. يعني
صحيح. فهي ربما تكون يعني ثقيله شويه، لكن أي. لا مانع. خليني اجيك شوي على الوتر الحساس. يمكن اغلب التغريدات كانت او التعليقات كانت على تغريدتك أي. دكتور حمود، أي. ان الله يعينك أي. على معدتك، الله يعين معدتك على هذا الاكل. ما يخالف. فهل هذا الاكل يعتبر اكل صحي حقيقي او لا؟ انا اعتبرها خبصه استثنائيه، يعني ما يخالف الواحد يخبص مره في الاسبوع ولا، هذا ما عنده مشكله. هي مسألة إنه صحي أو لا، تعرفي يعني هذه مسألة نسبية. يعني مثلا إذا شخص عنده مشكلة صحية لا سمح الله، يعني مريض سكري، مريض بكذا وكذا، في كل الأحوال إنه لابد يأخذ احتياطاته، تعرفي. هي ليش يعني اعتادوا المنطقة على يعني زمان إنه مثلا يتناولوا الوجبة هذه وهي ثقيلة بالفعل؟ لأنه ما زمان ما في كانت مكاتب يعني ووظائف إدارية وشغلات زي كذا، يعني معظم المنطقة كانوا يعني مشتغلين بالزراعة، الواحد يطلع ويتحرك ويروح في الحقول والمزارع وهذا، ف يعني يتم حرق الوجبة هذه في العمل. صحيح. منطقة إيه، منطقة يعني جوها حار ويساعد على حرق الدهون والمكونات الموجودة في الوجبات هذه. بس صحيح. بيني وبينك ما انا ما عندي مشكله، يعني حتى لو لها اثار جانبيه اليوم او اي وقت ما عندي مشكله نتحملها، يعني في صحيح وانا اتفق معك طبعا. هي في سبيل ايش نسوي؟ يعني الواحد يشتاق لشيء لازم يتحمل ضريبته، وما فيها ضريبه ترى كبيره يعني. أكيد طبعا، بالنسبة لنا وبالنسبة للكثير من محبي هذا الأكل الشعبي أتوقع أنه فطور الملوك في النهاية. بس أنا زودت عليها، أنا زودت عليها طبق عادة ما هو لا يقدم في وجبة، يعني لا يؤكل في وجبة الفطور الشعبي الجيزاني، اللي هو طبق المرسى يسموها عندنا، الله اللي هو الله عليك جاي على الوتر. جاء على الوتر، جانا دكتور حمود. خلاص انت ومستمعيك وضيوفك الله يحييكم. اه هذا وعد. هذه عاده هي، وهذه ما هذه تقدم في مع الغداء ما هو مع الفطور. بس انا علشان تكتمل الامور تكتمل الرفه عملتها بشكل استثنائي، يعني لاني كنت مشتاق لها حقيقه. يعني طب يعني دكتور حتستضيف احبابك وفي جوله سياحيه وباذن الله حنكون معاهم، اقدر اخذ هذا وعد منك على الهوا لايف؟ يا ستي على الهواء، مستمعيك وضيوفك في اي وقت الله يحييكم، الله يحييكم. شكرا لك. وايضا في اشياء اخرى غير اللي شفتوه اليوم في الصور، في تنويعات كثيره جدا يعني. فالله يحييك انت وضيوفك، واي زائر للمنطقه يشرفنا ويشوف الوجبات المتنوعه سواء في الفطور في الغداء في العشاء، يشوف النكهات الشعبيه، و بالتأكيد إنه رايح يدمن عليها. دكتور حمود يمكن أكثر واحد تأثر أستاذ عبدو خال من الصورة اللي نشرتها. إيش كانت ردة فعله؟ إي والله والله هذه خيانة في حق الصديق. لا والله الخيانة منه، لأنه كنا متواعدين أو متفقين إنه ننزل جيزان سوا، فهو اللي هو اللي خانني يعني، وبالتالي هو اللي فوت على نفسه يعني. فهو جاء طرف يعني حقيقة وارتباط وشيء من القبيل هذا. بالفعل أنا حزنت عليه لانه كان اكثر واحد حزين، بس ملحوقه نعوضه ان شاء الله ونعوض اللي فاتهم. وكلنا ان شاء الله باذن الله المره الجايه راح نكون العين والراس. الله يحييك. شكرا لك. جيزان قلبها مفتوح للجميع، الله يحييك. شكرا لك دكتور حمود ابو طالب، ولنا لقاء ان شاء الله باذن الله راح يكون في جيزان، ونستمتع عاد بالاكلات الشعبيه فطور وغدا وعشاء، ما راح نفوتها في كل وجبه. شكرا لك دكتور حمود. ومشاهدينا مكملين معاكم والتغريده الثانيه من حساب الفنان رابح صقر اللي بشر متابعينا على تويتر مع الاجواء الجميله، وكتب وعلق عبر تويتر: صباح الخير يا حبايبي على هالجو الجميل، اوعدكم بميني البوم شتوي جديد. طبعا اتوقع يعني راح يكون الميني البوم اللي الفنان رابح صقر حيكسر الدنيا، خصوصا في اجواء الشتاء نحتاج اغاني كذا تشعل احاسيسنا في هذه الاجواء الجميله، احاسيس كثير تنطلق في جو الشتاء، اصلا بدا الناس يطقطقوا على الموضوع هذا، موضوع الاحاسيس اللي تكون مدفونه في فصل الصيف ما تطلع الا في فصل الشتاء مع الاجواء الجميله في جميع مناطق المملكه.
واكيد احنا في انتظارك وانتظار ابداعاتك يا ابو صقر اللي دائما وابدا تمتعنا فيها. التغريده الثالثه من حساب ليان العمره. طبعا ليان فنانه تشكيليه تميزت في الفتره الاخيره عبر تويتر برسمها للفنانين والفنانات، وصراحه في هذه التغريده اللي اخترناها رسمت الفنان خالد عبد الرحمن وابدعت كثير في رسمه، ارفقت مع هذه الرسمه مقطع من احدى اغاني الفنان وشلون مغليك وانت الذي علمتني حبك كذا وعلامه استفهام. الله عليك يا ليان. شوفوا طبعا هذه الصوره الجميله بقلم الحبر للفنانه ليان، شكرا لك، متقنه بدرجه كبيره جدا، يعطيك الف عافيه وننتظر لوحاتك الجايه. التغريده الرابعه من حساب مختلف، طبعا عرض في هذه التغريده فيديو جميل جدا لطباعه ثلاثيه الابعاد، وفي هذا الفيديو اللي راح نشوفه مع بعض راح نشوف كيف تتم الطباعه بتقنيه ثلاثيه الابعاد. الفكره في هذه التقنيه تكمن اتوقع في الدقه والسرعه في اداء هذا النوع من الطابعات، وما في شك ابدا انها سهلت الكثير على المهتمين في هذا الجانب. شايفين كيف تتم الطباعه بكل سهوله؟ صراحة شيء جميل جدا وإبداع، وكل ما لنا نشوف تطورات في عالم التقنية والتكنولوجيا بشكل عام. وهذه طبعا مشاهدينا كانت آخر التغريدات لليوم، أتمنى تكون عجبتكم، لكن القادم أجمل بإذن الله. وبعد الفاصل كيف تصنع علامة تجارية في عالم الأزياء، انتظرونا. كلنا اليوم نتكلم عن الماركات العالمية، طبعا خصوصا في مجال إبداعي زي مجال الأزياء والموضة اللي انتشرت بشكل كبير عندنا في الفترة الأخيرة، خصوصا بين المصممين والمصممات السعوديين والسعوديات. صح عندنا مصممين كثير، بس اليوم كم منهم قدر يصنع براند واسم خاص فيه وقدر ينتشر بهذا الاسم بين الخليج أو أنحاء العالم؟ كلام مهم وجميل جدا عن صناعة وإدارة الماركات التجارية مع ضيفنا سلمان حافظ اللي منورنا اليوم، ماجستير في إدارة الماركات الراقية الهاي اند براند. اكزاكتلي. طب خلينا في الأول بس نعرف سلمان ظروف اتجاهك لهذا المجال ودراسة الماستر. طبعا أنا في بداية ترى أنا كنت في مجال مرة مختلف تماما، كان في البزنس في البانكينج اكشلي اندستري. فمن بانكينج ممكن الواحد يقول انه واي از ات ذات شيفت يعني، بس كنت دائما متعطش انه وكان عندي فضول انه اشوف اللكجري براندز وايش اللي بيصير في دور الموضه الانترناشونال. فكان في شغف وايل اي واز وركينج از ا بانكر، فهذه كانت بدايتي. وبعدين سبت البنك وقلت واي نوت do it professionally and learn it actually. حلو، اتجهت لدراسة الماستر في هذا التخصص. صحيح. حلو، طيب نبي نعرف في البداية أو نوضح للمشاهدين إيش يعني تعريف الماركة التجارية؟ طبعا هو أنا أقول إنه هو يعني الماركة التجارية ممكن تكون عبارة، ممكن تكون لوجو، بس الأهم منها أنا ما أقولها إنها ليها تعريف أكثر من إنه هي علاقة، هي it's a relationship تنمو بين شخص والمستخدم. فمثلا لو طلع الماركات ككل هي لها بيرسوناليتي، لها شخصيه، والشخص المستهلك يصير يبني هذه العلاقه بينه وبين هذا المنتج. حلو، بس في المقابل سلمان قاعدين نشوف يعني ما شاء الله تبارك الله كثير مصممين ناجحين ومبدعين في مجالهم ولكن ما عندهم علامه تجاريه، فهنا ايش اللي يفرق؟ هو موضوع العلامة التجارية طبعا انه لازم الواحد يفكر هل هو يبغاها انه كبروفيشن يبغى يخش في هذا المجال كهاوي او كمبدع فقط. يعني في ديزاينرز كثير اللي يسووه انه they create designs ما تكون للمستهلك، ما تكون اوت كوتور، تكون يحطوها في اكزيبيشنز، مثلا عندك ايريس فان هيربن مثلا، ولكن اذا تبغي منها تكون ربحيه لازم تطوريها وتخليها علامه تجاريه عشان تقدري كمان في النهايه هي بزنس. بالضبط. وبعد كذا تخصصت في إدارة الماركات الراقية. صحيح. حلو، في مجال الأزياء والموضة. بس السؤال اللي
ليش اخترت تحديدا الازياء والموضه؟ صراحه يا لمياء انا كنت دائما كنت اشوف في التلفزيون واشوف العروض الازياء واقول يا ربي ايش وراء هذا الكواليس، يعني ايش اللي بيخلي هذول المودلز بيطلعوا، ايش اللي بيخلي سكسس للبراند. فكنت دائما عندي شغف اني اعرف ان الماركه ايش هي اسلوب التسويق حقهم، من فين بيقدروا تو ايدنتيفاي التارجت ماركت حقهم الكاستمر حقهم. فقلت والله لازم ادرسها كبزنس، فطلعت وعملتها في انستيتوتو مارانجوني للجامعه الايطاليه في لندن. حلو. طب اليوم نبغى نخلي كل المصممين والمصممات اللي عندنا يحولوا كذا مشاريعهم مخصوصا في مجال الازياء والموضه الى مجال احترافي ويصنعوا لهم علامه تجاريه، فمن وين يبداوا؟ السؤال المهم. طبعا سؤال مهم جدا. في بيلدينج بلوكس نسميها، او اللي هي زي ما يبنوا البيوت يحطوا صخر واحده ورا واحده. ففي اولويات، الاولويه هي الماركت سيجمنتيشن، اللي هي ايش الماركت اللي انت تبغى تدخلي از ديزاينر. يعني ممكن انت تقولي ان انا ابغى اكون فاست فاشن زي زارا، ممكن تقولي انا لا والله ابغى ريدي تو وير بس يكون لكجري، ابغى مينستريم. ففي اشياء مره كثير لازم تو ايدنتيفاي قبل ما تاخذي الخطوه الثانيه اللي هي معرفة أنت تبغي تتباري مع مين في الـ في الـ في الـ في الاندستري. يعني هل مين اللي حيكون الكومبيتيتورز حقونك؟ هذا شيء مرة مهم. كمان في أشياء ثانية كثير، منها البراند بيرسوناليتي، شخصية البراند. من أهم الأشياء اللي هي الإيمج والبيرسوناليتي، لأنه إذا ما كونتي هذه العلاقة بين البراند وبين المستخدم، وما المستخدم شاف نفسه هو والله يقوم من النوم يحب يلبس الجاكيت الفلاني، يحب لما يطلع برا يكون بالمنظر الفلاني من البراند الفلاني. هذه العلاقة هي أهم شيء، البراند ايدنتيتي، هي شخصية البراند إنها تتكون. والله كلام كبير. يعني أتوقع هذا اللي خلى يمكن الكثير من البراندات الراقية أنهم ينجحوا وينتشروا حول العالم، لأنهم يعني مشوا على نفس هذا الخط والأسلوب. بالضبط بالضبط. هي علاقة أكثر شيء، أن البراند يبدأ يعني حتى يبدأ من اللايف ستايل. يعني اللايف ستايل حقك تكون والله ايدنتيفايز يو. يعني والله أنا I feel my lifestyle is إرمز، بس أنا بون فوياج السفر، إرمز متخصص في حكاية السفر، في حكاية الباجز حقية السفر. فلازم البراند يشوف فين الماركت وتعطش الماركت لشيء معين. حلو. ولازم الديزاينر يخش هذا الماركت ولازم ويتخصص في شيء واحد. بالضبط. حلو. بالضبط. طب خلينا نجي بعد كذا لإدارة العلامة التجارية. هل في قوانين معينة لهذا الموضوع أو أسلوب ومنهج معين المفروض أن الشخص يمشي عليه؟ أنا أشوف أنه أهم شيء في الديزاينر، والآن في هذا الشيء متعارف فيه في الفاشن اندستري، أنه يكون الديزاينر ملم باللي بيحصل في الكون كله. يعني لازم يكون عنده علم سوشيالي، إيش اللي بيحصل في المجتمع من ترندز. لازم يعرف إيش اللي بيحصل إيكونوميكلي مثلا، ايش اللي بيحصل في الـ في الـ في الـ في الـ في الايكونومي اوف ذا وورلد ان جنرال. فلازم الديزاينر يكون ملم بكل هذه النواحي، ومنها يشوف فين يقدر يخش من اي ناحيه. حلو. طب التزامات العلامه التجاريه تجاه العمل وخصوصا في مجال الازياء، ممكن نعرف ايش هي التزاماتها في الازياء؟ طبعا الالتزامات لازم الدليفري اللي احنا نسميها، اللي هي انه لازم البراند يوصل ما يحتاجه أو يلبي رغبة المستخدم. يعني لو أنا مثلا براند معين لازم وعندي لايف ستايل معينة، لازم البراند هذا يلبي لي هذه الاحتياجات. فهي الدليفري نسميها، الوصول للمستخدم. طب خلينا نتكلم عن المصممين والمصممات الموجودين أكيد. عندنا. طب بما أنك عندك خبرة وملم يعني بهذا الموضوع من كل أنحاء العالم، إيش رأيك بالمصممين والمصممات عندنا؟ صراحة بهروني. يعني أنا في الفاشن فيوتشر في الإيفنت اللي كنا في الرياض، فعاليات موسم الرياض، كان في صراحة نخبة من الديزاينرز اللي مرة ممتازين، كان منهم إيمان جوهرجي. برضو اللي عملته هي إنها لقت جاب في الماركت، لقت ثغرة راحت ودخلتها، اللي هي الاكتيف وير فور وومن، انه النساء اللي يبغوا يروحوا سايكلينج على البحر. فشي ديزايند اي اوفرول لهم عشان يقدروا انه كونفينينس، انه يقدروا يركبوا البسكليت ويقدروا يعني يمارسوا هوايتهم. فكان شيء مره حلوه. فهذا هو اللي لازم الديزاينرز يفكروا فيه، الايدنتيفاينج الجاب. وكثير عندنا في الديزاينرز السعوديين دي ايدنتيفايد فيري ويل، بس وات ميكس ذا براند مور باورفل وقوي اللي هو الكلتشرال الهيريتج. يعني احنا عندنا كلتشر رائع وعندنا هيريتج رائع، زي ما عملت ايمان. انا اتمنى كل الديزاينرز الثانيين يعملوا انهم يشوفوا فين الكلتشر والبيوتي اوف احنا، وين اصولنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، ويبنوا شيء عليها.
الله حبيت. طب فين أكثر الأخطاء اللي يمكن اليوم أصحاب البراندات نلاقيهم يسووها؟ والله زي ما قلت لك ممكن يكونوا ما لقوا ثغرة في 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 هذا الماركت. دائما أقول لهم لما تبغوا تدخلوا على المجال الفاشن لازم تحددوا إيش بالضبط في تبغوا ريدي تو وير. طب ريدي تو وير ممكن الجاكيتات مور كونفينينت، عباية تتحول على كارديجان، أشياء كونفينينس، أشياء تكون ممكن الإنسان يستخدمها بكذا طريقة. طيب هل ممكن يعني في المستقبل يتحول هذا الجانب المهم إلى دورات هنا تقام عندنا عشان الناس كلها تستفيد من الموضوع؟ أكيد أكيد لمياء، يعني عندنا ورشات العمل لازم تكون متوفرة، وعندنا المبادرة، وبدأنا الحمد لله أنه كثير ورشات عمل في قيد الإنتاج، فهذا الشيء حيساعد البراند مانجرز أنهم يقابلوا الديزاينرز ويطوروا هذا المجال أكثر. طيب أنت سلمان ما فكرت أنك تسوي هذه الدورات للمصممين؟ إن شاء الله في شيء إن شاء الله جاي في الطريق بس لسه في قيد الإنشاء. راح تكون يعني مواضيع هذه الدورات عبارة عن إيش؟ كلها عن الأشياء اللي تكلمنا عنها، عن طريقة بناء البراند، البراند ايدنتيتي، الإيمج، الماركت سيجمنتيشن، البرايسينج. موضوع البرايسينج موضوع جدا ستراجلينج فيه كثير من الديزاينرز، إنهم يعرفوا إيش هو البرايس اللي يخشوا في الماركت، اللي يدخلوا في الماركت. طبعا لازم اذا هي معادله، اذا البرايسنج ما يتلائم مع المنتج ما حيكون لي تقبل في المشروع. صحيح، وهذا اللي يمكن لاحظته في الفتره الاخيره، اشوف كثير من المصممين والمصممات مبتدئين في هذا المجال وداخلين باسعار خياليه. بالضبط. ليش يعني؟ معليش ما انت شانيل مثلا ولا توم فورد ولا يعني البراندات العالميه اللي ممكن اشتري منها القطعه وانا عارفه الكواليتي وعارفه انها راح تدوم معايا واعرف كيف راح استخدمها، وبالنهايه اسم براندنج. بالضبط. فليش هذا؟ لانه في حاجه عندنا في البراندنج نسميها ايكوتي، براند ايكوتي، يعني كيف البراند يوصل لهذه المرحله انه هو يقدر يبيع اي حاجه وهي تشارج بريميوم، انه يحط عليها سعر يضيف كسعر خيالي. هذا يرجع لي الأويرنس، معرفة الكونسيومرز بالبراند، هذه تيجي ستيب باي ستيب. فلا يمكن أنك تدخل الماركت زي ما تفضلتي وقلتي من غير كومبيتيتر أناليسز، ولا ما تعرف إيش لبس الماركت وتقولي والله أنا أحط السعر الفلاني. لازم نسوي دراسة، ولازم هذا الشيء الكريديبيليتي ينبني مع الوقت. يعني لازم أنت ثقة الناس تأخذيها بعدين تحط السعر اللي هو اللي انت تبغاه على المنتج. حلو، خلينا نتكلم عن موضوع مره مهم. السوشيال ميديا اتوقع انها صارت يعني محطه او بوابه لكثير من البنات والشباب. صحيح. صاروا يفتحوا حسابات يصمموا مقاطع في بيوتهم. صحيح. يعرضوها للناس من خلال صور ويبيعوها ايضا بنفس الطريقه، ما يحتاجوا محلات، ما صار الموضوع صعب مثل اول. صحيح. انه لا احتاج محل، احتاج ماركتينج، احتاج تسويق، خلاص صار كله من خلال محطه واحده. صحيح. هي محطات مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. هل كمهتم بإدارة الماركات الراقية سلمان تأيد هذه الفكرة ولا تعارضها؟ أكيد أأيدها. إذا صرنا نشوف الماركات العالمية الكبيرة بتستغني عن مثلا كوميرشلز في التلفزيون وبتحطها على الإنستغرام، فطبيعي يعني إحنا لو ما واكبنا التطورات في التكنولوجي ما حنتقدم أز ماركة عالمية. فلازم إنهم يكون ليهم تواجد على أونلاين، على السوشيال ميديا، على كل مواقع التواصل، as long as إنه الإيمج حقة البراند أو صورة البراند ما يصير فيها تقليل من البراند نفسه. يعني في براندات اكسكلوسيف، فيري اكسكلوسيف، ما يحبوا يكونوا متواجدين على التواصل الاجتماعي بكثره. ليش؟ لانه يقولوا لا احنا نبغى لكجري، المعروف لا يعرف يعني بالنهايه. exactly. صحيح. exactly. بس انا مع طبعا بالذات اذا كان يونج ديزاينرز، اذا كانوا جديدين على الاندستري لازم يتواصلوا عن طريق التواصل الاجتماعي ولازم يعطوا صوره للبراند حقهم عن طريق. حلو، بس انا اللي مضايقني شيء واحد يمكن، انه صار الموضوع استغلال، صاروا حتى يعني اتوقع مو مصممين ولا دارسين ولا عندهم اي خبره في هذا الموضوع او مجرد هاوين، وبدوا يستغلوا هذا وكثروا بشكل رهيب جدا. يعني كل وحده، وانا اعرفهم شخصيا، ايوه، طالبة في جامعة أو مثلا موظفة في مجال مختلف تماما عن التصميم. أيه. بس فاضي عندها وقت، يلا خليني أسوي قطعة ومصممة وأحط هذه التصاميم على إنستغرام. ما تلاحظ أنهم ممكن يأثروا على فعلا المصمم أو المصممة اللي تستحق هذا الشيء؟ الماركت كبير،
ولكل احد لي اوبورتونيتي في الماركت. فاي ثينك هذول الناس انا ما حاعرضهم، ما حقول لهم لا تسووا هذا الشيء، او ما حقول للسوشيال انفلونسرز والله لا دون بيكم ان امباسادر، لانه يسموهم امباسادرز، براند امباسادرز للسوشيال انفلونسرز. اذا كان هذا يرجع للبراند نفسه، اذا والله هو حابب انه هذه الشخصيه او هذا اللوك او هذه الانسانه تكون تمثل البراند، لازم نتقيها بطريقه مره ممتازه. صحيح. شكرا لك سلمان حافظ، اليوم اخذنا معلومات منك كثير، اتمنى ان الشباب يستفيدوا منها. يا هلا وسهلا فيك اخت لمياء، يا هلا. العلماء يتوقعون اختفاء متلازمة داون والكثير من الاخبار بعد الفاصل. حياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا الأول خبر معنا لليوم، طبعا لفيديو سيارة 2030 اللي انتشر بشكل رهيب جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا 2030 هو اسم السيارة التي صنعت خصيصا بمواصفات عالمية، سيتم عرضها في معرض الرياض للسيارات. السيارة هذه طبعا اللي كل الناس مترقبة انها تشوفها وتشوف مواصفاتها، صنعت منها نسخة واحدة فقط لمعرض الرياض، وسيكون عليها مزاد في المعرض الذي يعتبر محطة عشاق السيارات وهو قطع التعديل والاكسسوارات. صراحة اذا قلت امكن انا اكثر واحدة متحمسة، وما لي في السيارات كثير، ولكن متحمسة فعلا ان اشوف وش هذه السيارة اللي انصنع منها واحدة فقط في العالم وبمواصفات يعني رهيبة جدا، ولين الحين ما حد شافها، ولكن بإذن الله راح تكون قريب في معرض الرياض للسيارات، انتظروها. وإلى خبر ثاني معنا أيضا لدراسة واكتشاف جديد لمتلازمة داون، يقولوا أنها راح تختفي قريب. تمكن علماء وباحثون من إحداث تغييرات جذرية لدى فئران تجارب مصابة بمتلازمة داون، وقد تؤدي لإنجاز كبير في المستقبل في حال تم نقل طريقة العلاج إلى البشر الذين يعانون من نفس المرض. هذه الأبحاث تفتح أمل كبير جدا، مما يعني أن اختفاء متلازمة داون لم يعد مستحيل، وربما في المستقبل القريب. فعلا هذه الأبحاث والدراسات والإنجازات اللي نحتاجها، ونحتاج هذا التطور في المجال الطبي الكبير، خصوصا أنه في كثير من أطفال متلازمة داون أهاليهم ممكن يعانوا في فترة من فترات حياتهم ويحسوا أنهم منعزلين عن هذا العالم. فأتوقعوا بإذن الله أن في المستقبل القريب راح نقول وداعا لمتلازمة داون. وإلى خبر ثالث، هذا الخبر جاي على مزاجي الصراحة. ليش؟ تخيلوا مادة شفافة تخفي الأشياء والأشخاص. هذا كمان اختراع جديد واكتشاف جديد طورته شركة كندية متخصصة في إنتاج الأزياء العسكرية المموهة. المادة الشفافة هي تشبه الزجاج، يعني زي ما احنا شايفينها في هذا الفيديو التوضيحي، وتكسر الأشعة، قادرة على إخفاء الأشياء وحتى الأشخاص. يعني إذا أحد كان خلف هذه المادة مثل ما احنا شايفين ما تقدروا تشوفوه أبدا ولا كأنه موجود. الله، هذا المنتج طبعا قالوا أيضا أنه رخيص ولا يعمل بالطاقة، وقادر على العمل بشكل جيد في أي وسط بيئي وفي أي وقت. أنا شخصيا جاز لي هذا الاكتشاف وأحتاجه الصراحة، مرة أحتاجه كذا، نفسي أجي أنحط بين مجموعة بنات وأحط هذه المادة الشفافة عشان ما حد يشوفني، أسمع بس، أسمع إيش يقولوا عني، مع أن صراحة أعتبرها لقافة في نفس الوقت، بس هذه اللقافة المحمودة إذا قالوا عندها. وخبر رابع، هذا الخبر عاد أتوقع يعني ما أعرف إيش أقول عنه، وما أعرف ليش تحطوا لي أخبار، قلبي ضعيف ما يتحمل، ولكن هذه القصة ممكن تغير رأينا عن روميو وجولييت، أو عنتر وعبلة، أو قيس وليلى. يعني قصة من قصص الحب اللي ما نشوفها بس نسمع عنها أو نشوفها في الأفلام، لكن ما نعيشها أو نقول ما موجودة في واقعنا اللي نحن عايشين فيه.
ولكن بعد هذا الخبر صراحة تغير رأيي تماما. القصة اللي راح أقول لكم عنها بطلها توم وجوديث. رفض الأهل أو رفض الأهل ومخططات زواجهم. فطبعا أضاع توم جوديث لمدة 60 عام. بعد 60 سنة التقوا مرة ثانية وتزوجوا في عمر 87. تخيلوا. وطبعا بعد ما تمكن توم أخيرا من الزواج بحبيبته في سن الشباب. الموضوع يا جماعة مو هنا، هذا الشيء الطبيعي اللي اثنين يضيعوا بعد فترة وبعد سنين يلتقوا ويتزوجوا ويعيدوا ذكريات الشباب ويعيدوا ذكريات الحب الجميل. الموضوع اللي فعلا لفت نظري في هذا الخبر أن توم كان محتفظ بخاتم الخطوبة اللي كان نفسه يقدم الجدث. تخيل، احتفظ بهذا الخاتم لمدة 60 عام، وبعد 60 عام كأنه كان متأكد وحاسس أنه راح يتزوج حبيبته في اللحظة الأخيرة. فأخيرا لبسها الخاتم اللي كان محتفظ فيه داخل علبة بلاستيكية صغيرة جدا. عندنا وقفة شوي مع هذا الخبر وهذا الموضوع تحديدا، موضوع الحب يا جماعة. أنا لا حد يجيب لي هذا الطاري. المهم راح ناخذها من الناحية النفسية، ومين طبعا راح يقول لنا تفاصيل أكثر ونتكلم حول هذا الموضوع من الناحية النفسية غير الأستاذ محمد عازب معنا عبر الهاتف في مداخلة هاتفية. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا، مساء النور أستاذ، كيف حالك؟ طيبة إن شاء الله، وموضوع جميل جدا ومثير، قد يحاكي أغوار النفس البشرية بطريقة مختلفة جدا هذه المرة. شكرا لاختيار الموضوع الذي قد لا يتطرق إليه الكثير، وإنما يعيش كذلك سلوكيا في حياتي وفكرا ومشاعرا. مو بس كذا والله، يعني أتوقع أن جاء على الوتر الحساس وحرك مشاعر الكثير من المشاهدين اللي يشوفونا اليوم محمد. ولكن في البداية أبى تعليقك على هذا النوع من القصص الغريبة اللي أنا مثل ما ذكرت في البداية ما قد شفناها في حياتنا الواقعية. ليش؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من القصص التي قد تدار في أذهان الناس وقد يتمنى كثير من الناس تحقيقها أو تكون حصلت له، لكن لم تشأ الصدف أو لم تشأ الفرص. هذه القصة جميلة جدا، والجميل فيها أن هذا الرجل أو هذا المحب كما يقال قد تكون هناك الطرف الآخر تعيش نفس الأمنيات، ولكن لم تشأ الظروف أن يلتقيا إلا بعد هذه السنين العجاف، كما يقال مصير الحي تلاقى يقولوا. تمام، فهذه قصة جميلة جدا ومؤثرة كذلك من الناحية النفسية ومن الناحية المشاعرية والناحية العاطفية. قد يطرأ على بال البعض أن القصة يعني خيالية وغير واقعية، ولكن لما تم انتشارها وتسليط الضوء عليها وجد الناس أنه فيها كثير من الحقيقة، وقد يكون الأمر أبلغ مما كان يتخيل أصحاب هذه القصة. الحديث هنا عن الحب هو عكس البغض وشعور المحب غليان في القلب وثورة عند القلب. صحيح محمد، في تفاصيل كثير، ولكن الموضوع الأساسي اللي نبغى نعرف عنه من الناحية النفسية أن 60 عام كفيلة بتغيير المشاعر، سواء كانت المشاعر كره حب. ليش هنا يعني، ونعمة النسيان أتوقع من أجمل النعم اللي موجودة عندنا كبشر، فما تتوقع أن في مبالغة في الموضوع؟ 60 عام ما نسى هذا الحب؟ احنا خلينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا في هذا الأمر اللي هو لما يقولوا أنه العمر مجرد رقم. فبالتالي الإنسان عندما يتعايش في حياته الطبيعية يكتشف فيما بعد عند حصول المواقف سواء كانت الجميلة أو غير الجميلة، يكتشف أن الإنسان عبارة عن كتلة مشاعر فقط هي التي تتحكم فيه، يعني ليس الجسد وليس العمر وليس كذلك المنصب. قد يكون هناك مواقف غير جيدة تحرك فيه مشاعر كبيرة جدا جدا جدا، وكذلك مشاعر جميلة كالحب تحرك فيه أشياء كانت نائمة وخاملة بسبب ظروف الحياة أو ظروف ضغوطات الحياة وما فيها. الهيام أو درجة الهيام في الحب قد تحمل الإنسان إلى محامل أخرى، يصبح يرى المحبوب في كل شيء وفي كل الناس وفي كل البشر وفي كل الأماكن. عندما يسمع أغنية، عندما يذهب إلى مكان يذكره بالمحبوب، يكتشف أنه لا زال طفلا في فن المحبة أو فن العشق أو فن التعلق.
فبالتالي هنا الجانب النفسي هو العامل المحرك لتلك المشاعر. اكتشف كذلك أنه كان مقصر في العطاء في الحب، وهذه رسالة مهمة جدا عند التقاء بالمحبوبين أو التقاء بمن نحب، لا بد أن نظهر كل المشاعر حتى لا ندخل في مراحل ندم بسبب سواء كان خلينا نقول مكابرة أو كذلك خجل اجتماعي أحيانا أو كذلك عدم إدراك للذة هذا الشعور الجميل الذي وهبنا الله سبحانه وتعالى فيه للشعور بالراحة النفسية والطمأنينة والسكون في جميل. اتجاه من نحب. لدينا الكثير من التقصير في هذا الجانب، نحتاج إلى رفع مستوى الوعي فيه. أي والله وأنا معك أستاذ محمد، لازم نعطيهم دورات ولا يعني لازم نوعى الناس شوي حول هذا الموضوع، الحب وكيف يحبوا في النهاية. جدا لدى الناس كثير مفاهيم خاطئة جدا عن مفهوم الحب. صحيح، يعتقد البعض أن الحب عبارة عن علاقة آثمة مثلا بين شاب وفتاة. لا، الحب هو سلوك يحتاج إلى التعبير، يحتاج إلى التعبير كذلك إما بالطريقة الملموسة أو الطريقة اللفظية أو الطريقة المادية كذلك كالهدايا، فبالتالي تصل إلى قلوب الناس بطرق تناسب أو توافق شخصياتهم. صحيح. وبالتالي يحتاج إلى رفع مستوى الوعي في هذا الجانب. يعني أحيانا نسمع بعض المصطلحات الاجتماعية اللي يقول مثلا أنا اللي في قلبي على لساني. صحيح. وبالتالي يفهم لدى الناس أنه اللي في قلبه هذا شيء مو حلو، والله يستر منه. صحيح. وليش لما يكون في قلبك شيء حلو أو الموضوع محبة فعلا أستاذ محمد يحتاج يعني جلسة كذا، لازم نجلس وتشرفنا في الاستوديو ونتكلم أكثر حول هذا الموضوع وتفاصيله، ونعطي لبعض الناس يعني المفاهيم الصحيحة لهذا المعنى وأسمى المشاعر هو الحب. وهذا يعني أتوقع لي فقدناه كثير فعلا في الفترة الأخيرة. شكرا لك على هذه التفاصيل ومعلومات المهمة جدا، ولنا لقاء آخر بإذن الله. شكرا لك أستاذ محمد. مشاهدينا مكملين معاكم، بس فاصل سريع وقصير في نفس الوقت ونرجع لكم. تنظيم أي فعالية أو حدث أو مناسبة سواء كانت خاصة أو عامة تحتاج خبرة كبيرة جدا ودراية في الموضوع. المتخصصين في العلاقات العامة والتسويق هم أكثر الأشخاص اللي تلقى عليهم مسؤولية كبيرة من ناحية التنظيم، الإدارة أو أي خطأ ممكن يكون في هذه الفعالية. خلونا نأخذ معكم معرفة أكبر حول هذا الموضوع مع ضيوفنا اللي مشرفينا اليوم، أسامة سرحان مشرف علاقات عامة وسالم الصيعري متخصص في الدعوات الإلكترونية. منورين شباب اليوم. أهلا وسهلا. منورين. بداية خلينا نتكلم أكثر عن خبراتكم في التنظيم والتسويق وترتيب الفريق. أبدأ معك سالم. طيب، أول شيء تشرفت بمشاركتي وحضوري معاكم اليوم حلقة اليوم. طبعا انا بدايتي اصلا كيف بديت، انا اصلا تخصصي برمجي، انا عندي تخصص علمي برمجه ودمجتها مع التخصص العملي اللي هو مجال تنظيم الفعاليات، فاشتغلت في هذا الجانب، مجال التسجيل الالكتروني للزوار والحضور وايضا ارسال الدعوات الالكترونيه. حلو. وبالنسبة لك أسامة؟ أنا تخصصي في العلاقات العامة، وهذا مطلب يعني صار مهم في أي مؤسسة في أي شركة، وكمان في تنظيم الفعاليات. إحنا كيف بنبني السمعة عن الفعالية، كيف بنرسل الدعوات، يعني إحنا عندنا عناصر مرة كتير بنشتغل فيها كأخصائيين علاقات عامة في أي فعالية سواء كانت مؤتمر، معرض، إيش ما كان، إحنا بيكون لنا تواجد، وتواجد مهم جدا في التخطيط من بداية التخطيط للفعالية. حلو، يعني خبرتك نقدر نقول جيدة في العلاقات العامة والتنظيم تحديدا. فياريت نتكلم عن القواعد الثابتة اللي لازم كل منظم يعرفها اليوم في تنظيم الفعاليات أو المناسبات. تمام، أنت أي فعالية إيش الفكرة وإيش تبي توصلي وإيش تبي توصلي للناس وإيش تبغي يطلع الزائر من عندك من هذه الفعالية، إيش يحمل معاه في 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 ذاكرته؟ هذه حاجة مرة مهمة. طبعا عناصر تنظيم الفعاليات مرة كثير، منها المكان، أنت لازم تختار المكان المناسب، التوقيت المناسب. في أحيان بنشوف فعاليات بتقام في توقيت ما يكون مناسب خصوصا لجمهورك، وهذا واحد من العناصر المهمة. اعرف جمهورك، إيش فئته العمرية، إيش قوته الشرائية، إيش الهدف اللي أنت تبغى توصله لهذا الجمهور. فهذه العناصر مرة مهمة في عملية التخطيط لأي فعالية، ولازم تتم يعني قبلها بفترة طويلة جدا. صحيح. طب سالم،
احيانا نكون حاضرين في فعاليات واول شيء ضايقنا وننتبه له اول ما ندخل التنظيم السيء. يمكن كثير من الحاضرين والمشاركين في هذه الفعاليات ينزعجوا جدا من هذا الشيء، فليه الناس ممكن تقول هذه الجملة؟ صحيح، طبعا بحكم عملنا أكبر جزء حساس اللي هو استقبال الزوار والتسجيل الإلكتروني. مثل ما تعرف الانطباع الأول هو الانطباع الأخير أو هو الانطباع اللي يرسخ دائما في ذهن الزائر. فكثير من المنظمين يهتمون بالأساسيات الرئيسية في الفعاليات، زي مثلا يختار ويهتم باختيار القاعة، بالستيج، بالصوتيات، لكن يغفل على جوانب صغيرة وجدا يعني من بساطتها يغفل عنها، اللي هي الخدمات اللوجستية، زي مثلا يغفل عن مثلا توفير مواقف سيارات للزوار. انت الان كيف تبغى فعاليتك تنجح وعندك تبغى عدد زوار كبير ما وفرت لهم مواقف؟ صحيح. مثلا من المشاكل الله يكرمكم دورات المياه، ابسطها دخلنا الان ما في لوحات ارشاديه ودايركشن، ففي خدمات لوجستيه صغيره يغفل عنها المنظم. لذلك اذا دخل الشخص لربما دفع عشرات ومئات الالوف على منطقه الاستقبال والتسجيل، لكن مثلا ما جاب الحواجز التنظيميه. اذا دخل الشخص ولقى زحمه فخلاص يقول الفعالية كلها تنظيمها سيء. فلذلك التفاصيل هي أهم ما في الموضوع. حلو، الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة أتوقع شيء جدا مهم. طيب إذا سوينا الفعالية وصار اللي صار وكان فيها أخطاء لوجستية مثل ما ذكرها سالم أسامة، هنا في بعض الشركات ممكن تتدارك هذه الأخطاء وتكون عندهم سرعة البديهة ويقدروا أنهم يتصرفوا، فكيف ممكن يديروا هذه العملية؟ شوفي، هو ما في شيء كامل، الكمال لله سبحانه وتعالى، إلا ما تكون في أخطاء، ويا ما واجهنا أخطاء. لكن هنا كيف سرعة البديهة حقت المنظم؟ كيف أصلا المنظم في عملية التخطيط حط مانيوال أو كتيب أو دليل إرشادات في حال حدثت أزمة، حدثت عندي مشكلة أو كارثة، كهرباء انطفت أو حادث صدام أو مشاجرة، يعني حصلت في فعاليات مرة كثير. هنا كيف أنت تتداركي كل هذا بالتخطيط المسبق، تحطي كل مشكلة ممكن تحصل خلال الفعالية وإيش الحلول السريعة اللي ممكن على طول تتحركي يعني وتتداركيها. لأنه إذا ما حطيتي هذا المانيوال أو هذا الكتيب حق الكرايسيس مانجمنت أو دليل يسموه إدارة الأزمات، ممكن أنت تقعي في مشاكل ما تقدر تحليها وفعاليتك تنهار، وخلاص الفعالية تفشل بالكامل. تفشل، وبعدين زي ما قال أخونا سالم يعني الانطباع الأول هو الانطباع الأخير، بعد كده أنت كمنظم ما حد حيجيك، حيعرف أنه تنظيمك سيء، وبالتالي تخسر نفسك وتخرج برا السوق. اسمحي لي بنقطة أضيف على أخوي أسامة، في قاعدة جدا مهمة، ما لا يمكن إدراكه لا يمكن قياسه. كمنظم فعالية الآن بيخطط مستقبلا، كيف تبغى تخطط؟ انت ما عندك ارقام، ما عندك احصائيات على فعاليتك العوام الماضيه، ما عندك استبيانات، ايش اللي كان يضايق الزوار؟ ايش كان يضايق الاشخاص اللي شاركوا؟ ف عمليه تسجيل بيانات الزوار، التقييم، تعرف عددهم، اعدادهم، زي مثلا بعض المشاكل اختيار مثل ما تفضل السيد أسامة، اختيار المكان لربما انت عدد زوارك عشرات الالوف، تختار مكان صغير يراعي فقط المنظم كوست المكان، لا انت الان ما شاء الله فعاليتك في عدد جماهيري بناء على السنوات الماضيه والاحصاءات والتسجيل الالكتروني اللي عملته، لازم تتخذ قرارات تساعدك في انك تتجاوز هذه المشاكل السنوات المقبلة. فهذه يعني من بعض الأمور اللي بسببها تقدر تتجنب المشاكل. حلو، طب سالم خليني أجي كذا ناحية تخصصك شوي في الدعوات الإلكترونية. لاحظت شيء أنا ضايقني شخصيا في الفعاليات الفترة الأخيرة، أنه لازم أول ما تدخل تسجل اسمك إلكترونيا وتعبي ورقة وتكتب اسمك وإيميلك ورقم جوالك وتروح تستنى في الكيو لين يوصل دورك. لا تضحك، ترى حقيقة هذا شيء ضايق، خصوصا إذا أنا ما كان عندي غير وقت قصير جدا وأبغى أدخل ألحق، يعني يقول أنا VIP أدخل عادي، أنا أتكلم بصوت الناس اللي رايحين. تضايقي الكيو زحمة ولا تضايقي أن تسجل بياناتك؟ لا أنا لسه حوقف
أسجل بياناتي وأمسك ورقة وأروح أنتظر في كيو طويل ألين أعطيهم الورقة عشان يسجلوا بياناتي ويعطوني إذن دخول، فهذا الموضوع أتوقع صعب للناس. صحيح صحيح، ما بصراحة يعني أنا كسالم الآن أتكلم بشكل شخصي، لما شخص يجينا مثلا كشركة إيفنت مانجمنت أو إدارة فعاليات يقول يا سالم أنا يعني أمانة خلينا نتكلم بشكل واضح، يحسبون موضوع التسجيل الإلكتروني لابتوب وطابعة، لا فيها تفاصيل جدا كثير مثل ما تفضلتي، وهذه من يعني صراحة يعني شيء من 10-15 سنة تسجيل البيانات والفورم، الآن في تسجيل أونلاين، يعني ليش المنظمة يوفر مثلا صفحة تسجيل أونلاين والشخص هو جاي بسيارته يسجل ويجيب تكت مو يسوق طبعا لو كان عنده سواق، أو مثلا في تسجيل ذاتي أو مثلا طبعا في أكثر من سولوشن تطور يعني قطاع التسجيل قطاع في السعودية بشكل خاص جديد، ففي خدمات كثيرة موجودة لكن مش أغلب يعني المنظمين الفعاليات بيوفروها، زي مثلا مثل ما ذكرت لك التسجيل الذاتي، نموذج التسجيل الأونلاين، عدد الأجهزة بيأثر، طبعا احنا دائما لما نيجي عميل يقول يا سالم أنا عندي معرض عدده 5000 لمدة 4 أيام، كم العدد اللي تشوفه؟ احنا أول حاجة نعملها بنقول له كم العدد؟ 5000، نقسم ال 5000 الأربع أيام متوسط اليوم 1500، المعرض عادة 5 ساعات، نقسم الـ 1500 قسمة الـ 5 ساعات، نشوف في الساعة كم عدد الحضور، نقسم العدد الحضور في الدقيقة. أوه الموضوع طويل. أيوة في الدقيقة، لذلك نطلع إحنا إحصائيات نقول لهم والله إحنا التسجيل للشخص الواحد ياخذ حوالي 15 ثانية إلى 30 ثانية، تحتاج مثلا 10 أجهزة 12 جهاز، يجي العميل يقول له الكوست مرتفع أبغى 5، فبعدين تجي الاخت لميا وتقعد في الزحمه وتقول ان لو اذا تسمح لي معلش اقاطعك الان، دحين صارت كمان عمليه التسجيل يعني سهلوها اكثر، يعني حتى هو الاستاذ سالم بيقول الان انت تسجلي مسبقا وبتيجي بتوري الباركود، واعتقد هو اخبر مني في هذا الموضوع، بس بتبيني انت الباركود تبعك، بس مو اغلب الفعاليات تستخدموها. ما هو نرجع لعمليه الكوست، اذا المنظم فكره كله كيف انه بس يقنن المصاريف عشان يزيد الربحيه، فهو حيلاقي انه حيترتب على ذا الموضوع مشاكل مره كثير، بالتالي انت الاكسبيرينس، هذا انا الموضوع اللي دائما اقول لاي احد بنصحه انه يدخل في ذا العالم، ايش الكاستمر اكسبيرينس، تجربه الزائر عندك كيف؟ تخيل نفسك انت زائر ايش تبى تشوف، كيف تبى ترتاح وانت داخل على المكان، الناس المنظمه بتستقبلك كويس، التسجيل كويس، المكان الفعاليه الاليمنتس العناصر كلها متواجده، خرجت وانا السعاده عندي المستوى عندها مرتفع، اذا كانت فعاليه ترفيهيه او المعلومه اللي انا بدي اخذها لقيتها متوفره بسهوله، ايش لازم هذا كله تكتبه وتدرسه، واجلس مع جمهورك قبل الفعاليه بايام كثيره، اعمل فوكس جروبس، اعمل مجموعات عصف مثلا اعلاميين، اجيب الاستاذه لميا اجلس معاها اخذ منها سين وجيم معاها افهم هي ايش اللي ممكن تتوقعه في الفعاليه اللي انا بدي اقيمها، بالتالي انا ابدا ارتب على هذا الاساس. حلو، طب برايك وبخبرتك كمان اسامه، وين اكثر الاخطاء السلبيه اللي تشوفها اليوم وتكون سبب يعني رئيسي في فشل اي فعاليه ممكن تكون موجوده عندنا؟ اهم حاجه اللي احنا بنعاني منها في معظم الفعاليات حاليا هي مواقف السيارات، انا من الناس اروح اي فعاليه خصوصا بعد ما صاروا الحريم يسوقوا، اتوقع فعلا ما صرنا نلاقي مواقف. ايوه الله يحميهم يعني ويحمي كل السائقين ان شاء الله، بس ما في مواقف سيارات انا حمشي، حاجي الاقي تكدس عند بوابات الدخول انا حمشي، حدخل جوا ما الاقي احد يوجهني، ما في لوحات ارشاديه، ما في البروبر براندنج، الفعاليه باهته، ما في العناصر المهمه اللي تخليني انا عايش مبسوط، فعاليه خصوصا الترفيهيه انا جاي اترفه جاي انبسط، من يوم ما اركن سيارتي الين اخرج وارجع لسيارتي انا لازم اكون في مستوى معين من السعاده، ما ابغاه ينزل، لو نزل معناته انا حيرتبط في ذهني، واحنا يعني كخبراء علاقات عامه احنا نهتم بعمليه الصوره الذهنيه اللي تعلق في 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 ذاكره الزائر، عشان لما اجي اسوي فعاليه بعدها 2-3-4 الناس يقولوا ايوه نبي نروح للشركه الفلانيه او للمنظم الفلاني، فلازم نتفادى هذه الاخطاء كلها، نقننها، ما اقول احنا كاملين لكن نقننها
لمستوى متدني جدا عشان ما نواجه مشاكل بعد كده. حلو، اتوقع هذه ممكن تكون نصيحه لكل الناس اللي حابين يدخلوا هذا المجال وتنظيم الفعاليات والايفنتات، خصوصا انتشر بشكل رهيب عندنا في الفتره الاخيره. طيب سالم، خلينا نتكلم عن اهم التقنيات الجديده اللي صاروا الناس يستخدموها في الايفنتات. التقنيات طبعا احنا ذكرناها قبل شوي من ضمن الحديث، اهمها الQR كود. الQR كود طبعا هي يعني اختصار لكويك ريسبونس كود، اللي هو رمز الاستجابه السريعه. من اسمها يعني هي بتساعد في طبعا قراءه البيانات او الرقم المرجعي لكل شخص سجل. حلو. على عجاله ايش نستفيد منها؟ الQR كود هذا بيسهل اول علينا، اول شيء بيضمن تسجيل كامل البيانات للزائر، سرعه اصدار البطاقات عن طريق نفس الQR كود، بدل ما اني اسجل ورش عمل داخل المعرض، لا، بنفس الQR كود اعمل له سكان. نفس الQR كود اقدر عن طريقه ايضا اني اصدر الشهادات. فهذه واحده من التقنيات. جميل جميل جدا، نحن نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك سالم. شكرا لكم اسامه، استفدنا منكم كثير. شكرا للمشاهدين، نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده. اقول لكم في امان الله. من الأول خلص الوقت و...